الحركة هدفها كبير جدا جدا كبير. أولا جمع الأمة على الأصول التشريعية التي هي متفق عليها، موجودة في كتبهم، في كتب السنة، في كتب الشيعة، في كتب الأمة، في دواوين الإسلام. الأصول التشريعية هي جمع الأمة على كتاب الله سبحانه وتعالى، أمر متفق عليه، على كتاب الله سبحانه وتعالى، على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث على العترة الطاهرة، على العترة الطاهرة. طيب في هذا عصمة للأمة، في هذا عصمة للأمة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا. ما فيش ضلال بعدي أبدا أبدا. ما هما يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، بلغني، قلت بلغني، ووصله الإمام الحاكم في مستدركه، والإمام الألباني رحمه الله حسن الحديث، يعني الحديث مقبول، مقبول يعني أن يؤخذ به ولا شك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه السنة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه السنة انقطعت خلاص، توقفت. طيب من الذي يفهم السنة؟ من الذي يفهم الكتاب ويترجمه على الواقع؟ ترجمه على الواقع. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص لا نفكر، الرسول هو الذي يفكر بالنيابة عنا، لا نحتاج إلى اجتهادات وآراء وعلماء وكذا. الرسول هو الذي يعين من يجتهد في هذه النصوص بحيث أننا نستوعب عنه ونأخذ منه ونتلقى منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. هذا الحديث ما درجته، ما منزلته؟ رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أحمد يعني بعضهم ينسب إليه أنه الإمام أحمد ضعفه. الإمام أحمد رواه في مسنده وقال: ما ذكرته في المسند فهو حجة، ما ذكرته في المسند فهو حجة. ورواه الترمذي والطبراني وله طرق، الشيخ الألباني رحمه الله صححه وقال هذا أصح من حديث كتاب الله وسنتي. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي سلفي قح يقول هذا الحديث صحيح وهو أصح من حديث كتاب الله وسنتي. طيب ما دام صححه الألباني، ما دام صححه المقبل الوادعي، ما دام يعني صححه الترمذي، ما دام، أين أنتم منه؟ لماذا يهمل؟ لماذا يهمل؟ لماذا يهمل؟ هذه أصول. لن تضلوا، لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، كتاب الله وعترتي. التزموا الآن، يعني التزموا الأخذ بالسنة وتركوا العترة. التزم بعضهم الآن، هو شيعة وسنة. نعم. الشيعة مسكوا العترة وتركوا، أهملوا كثيرا من السنة، وهذا وقع نقص فيهم، لم يقع الهداية تامة. الجانب الآخر السنة، أخذوا الكتاب والسنة وأهملوا العترة. أين العترة؟ قالوا نحبهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أين الاتباع؟ أين الاتباع؟ نحن في كل صلاة، في كل تشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد. لماذا نصلي عليهم؟ لو كان مجرد حبك لماذا نصلي عليهم أصلا؟ إلا هذا رسالة لنا، اتباع منهجهم، اتباع سيرتهم، الاقتداء بهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل صلاة، في كل صلاة. لماذا تدعو لوالديك في كل صلاة؟ أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. عندما تشكر لوالديك، عندما تشكر لوالديك لا يعني فقط حب الوالدين، يعني حب الوالدين مع طاعتهم، مع يعني أخلاقهم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعمة على والدي نعمة علي. عندما الآن 2 مليار مسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يأتي قوم يقول هذه الصلاة يعني محبة وخلاص، مالا يعني الله عز وجل يجعل لهم هذا الحجم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني اثنين، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، في العالمين إنك حميد مجيد. حميد فصلي عليهم، الله عز وجل يصلي على آل محمد الذين في يعيشون معنا والذين غابوا عنا، يعني الذين ماتوا انتهت، يعني نصلي عليهم. والذين يحيى منهم الإمام المهدي عليه السلام، إمام العترة في هذا الزمان. فعندما نصلي على الإمام المهدي في الصلاة، اللهم صلي على آل محمد، ومن آل محمد أكبرهم في هذا الزمان الثقل الكبير، بعض الناس يقول ثقل صغير، لا، ثقل كبير وثقل أكبر. الثقل الأكبر هو كتاب الله سبحانه وتعالى، والثقل الكبير الإمام المهدي عليه السلام. فنحن في كل صلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك، بارك، اجعل فيهم البركة. كيف البركة؟ كثرهم، نحتاج إليهم، نحتاج إليهم. ولا يستقيم أمر الأمة ولا يحصل الاعتصام إلا بوجودهم. طيب هذا أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك جاء في مسند الإمام زيد، جاء في مسند الإمام زيد جمع، يعني سبحان الله، جمع مسند الإمام زيد بين السنة والعترة والكتاب. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله والسنة وعترتي. فالمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، والمضيع لعترتي كالمضيع لسنتي. طيب الحديث له الفاظ، إني خلفت فيكم، إني خلفت فيكم ما إن تمسكتم بهما. ما الرسول ذهب إلى ربه، من الخليفة؟ كيف نعتصم؟ كيف؟ كتاب الله وسنتي. طيب نترك العترة، قال المضيع لعترتي كالمضيع للسنة، كأنك ما عملت بالسنة. طيب نمسك بالعترة نترك السنة، قال المضيع لسنتي كالمضيع للعترة. الذي يجمع حركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام جمعت بين الاثنين، بين السنة والعترة والكتاب. هذا الأمر، الهدف الأول من أهداف الحركة.